معنا مشاهدينا الكرام، بشأن استمرار الانتهاكات المستمرة لحريات الصحافة في العراق بعد الاحتلال، معنا هاتفيا من بغداد الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري. مرحبا بكم أستاذ عادل. بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن الصحافة في العراق تحت تهديد السلطة بعد 20 عاما على الغزو. كيف تقرأ أوضاع العمل الصحفي في العراق في ظل هذه الإحصائيات التي تتحدث عن ذلك؟ نعم، رمضان كريم عليكم وعلى مشاهدي قناة الرافدة الفضائية. حياكم الله. اليوم بعد الاحتلال الأمريكي للعراق أصبحت الصحافة بالعراق مجرد يطلبون موظفين وليس صحفيين، لأن من ينتقد السلطة يحاسب واحتمال يقتل في أي لحظة، كما حصل في شامل هاشمي رحمه الله الذي لحد الآن لم يتم محاسبة من قتله، وعديد من الصحفيين قتلوا في البصرة. واليوم أكو حادثة في البصرة، ضرب أحد الصحفيين من قبل القوات الأمنية لأنه كان يصور عملية معينة في قضاء الزبير. الدستور اللي هم وضعوه، دستورهم جاء في المادة 38 من الدستور، حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي مكفولة، لكن نشوف لا تطبيق لهذا الدستور. وهذا ذكرنا بقول الشاعر معروف الرصافي رحمه الله: علم ودستور ومجلس أمة كل على المعنى الصحيح محرف. نعم. إذن هناك إحصائيات أيضا تتحدث عن مئات الاعتداءات على الصحفيين في العراق في أثناء العام الماضي، يعني من المنوط بحماية الصحفيين برأيك من هذه الاعتداءات؟ الحقيقة هي اعتداءات كثيرة، يعني حتى في إقليم كردستان من يتفوه بكلمة على السلطة يحجز بدون أمر قضائي. هذا اللي نسمعه من جروبات الخاصة بالصحفيين. من هو اللي مسؤول عن حماية الصحفي؟ النقابة الصحفية شرعت قوانين لحماية الصحفي وحرية المعلومة، لكنه ما حد يطبقها بالعراق، لأن وأصدر رئيس مجلس القضاء على توجيه إلى المحاكم بأن يتم عدم إصدار أوامر قبض على الصحفيين نهائيا، بل يتم استخدامهم أصوليا. لكن نشوف هذا القرار لم ينفذ، وقرارات الإلقاء القبض على الصحفيين مستمرة، يوميا مستمرة. وإذا كان رئيس الوزراء السيد السوداني أقام دعوة على صحفي انتقده قبل أيام، اللي هو الدكتور قصي شفيق، والكاظمي مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، قائمة 300 دعوة على الصحفيين تم إلغاءها من قبل رئيس الوزراء الحالي. لكن نشوف هل هو يجوز أنه رئيس السلطة التنفيذية يقيم دعوة على صحفي لأنه انتقد عمله؟ لا، شنو وجه الصحفي؟ يرد الموظفين أم صحفيين؟ إذا صحفيين فنحن ننتقد كل حالة سلبية. نعم. كل حالة سلبية ننتقدها، أما تقول موظفين فالصحفي الشريف لا يعمل موظف لدى الدولة. نعم. هو التناقض بادعاءات انه الحكومه الحاليه تدعم حريه الصحافه، ولكن المنظمات دفاع عن حريه الصحافه رصدت متهافتا كما ذكرتم وتفضلتم من هذه الكتل السياسيه عموما على اصدار تشريعات من شانها تهديد حريه العمل الصحفي. ما الذي تخشاه هذه الكتل السياسيه او المسؤولين من هذا الانتقاد وابداء حريه التعبير او النقد الصحفي بموضوعيه؟ نعم، يعني هو اليوم الصحفي من ينتقد حاله سلبيه كما حصل لاحد الصحفيين في محافظه الديوانيه، 300 دعوه عليها حاليا يوميا داخلين محكمه، لانه كشف حالات فساد في المستشفيات وكشف حالات فساد في دوائر الدوله. لكن نشوف اليوم الصحفي معرض حتى للقتل من قبل الميليشيات. لا. الميليشيات تقتل وتريد انه ما حد يتكلم بكلمه واحده. لذلك الصحفي اليوم اصبح في بين نار الكلمه الحره اللي هو يريد يحكيها، ونار سلطه الميليشيات من قتل واغتيال في اي لحظه. لا.
بل حتى نلاحظ أيضا سيطرة هذه الأحزاب والميليشيات على الإعلام في العراق. كيف تصف هذه السيطرة؟ ليس فقط استهداف الميليشيات، استهداف الصحفيين بهذه الاغتيالات والتهديدات كما ذكرتم، لكن أيضا أصبحت لهذه الميليشيات والأحزاب لديها قنوات ووسائل إعلام أيضا تنافس الصحفيين المستقلين للتعبير بحرية وموضوعية. نعم، هو اليوم نشوف هيئة الإعلام والاتصال اللي هي مسؤولة عن القنوات الفضائية هي كلها من الأحزاب السلطة، هي كلها من أحزاب السلطة، ولا يوجد فيها أي واحد متمرس في الصحافة. قبل ومن ينتقد، قلت لك من ينتقد السلطة بسهولة قتلة مثل ما صارت الشهيد هشام الهاشمي وكثير من الصحفيين. اليوم الصحفي بين نارين، بين الكلمة الحرة الأولى وبين أن يعرض حياته وحياة عائلته للخطر بواسطة الميليشيات، بواسطة أنه يضربون قنبلة على بيته مثل ما يحصل على في البصرة الآن. أحد الصحفيين ضربوا قنبلة على بيته لأنه كشف حالة فساد. هذا اللي يصير، أنه الناس تجي تطلب عشائر، دقت عشائري لأنه أنت كشفت فساد فلان. يعني بدل القضاء اليوم، أنا أدعو القضاء العراقي إلى أن عدم تنفيذ تعليمات رئيس مجلس القضاء الأعلى بعدم إصدار أي أمر قبض بحق الصحفيين، لأنه قد يخلوهم يمارسون مهنتهم الصحفية في كشف الفساد للعراقيين أو للعالم. نعم، إذن هاتفيا من بغداد الصحفي والناشط المدني السيد عادل الجبوري، شكرا جزيلا لك.